هو لقاء تشاوري لطرح مختلف التصورات والمقترحات، جمع 28 شريكا اجتماعيا مع وزير التربية لتنظيم السنة الدراسية 2020-2021، تضمن جملة من الاقتراحات المبدئية لدخول مدرسي آمن يحترم فيه البروتوكول الصحي. اعتماد التفويج بحيث يقسم كل فوج تربوي إلى أفواج فرعية لا يتعدى عدد تلاميذ فيها 20 تلميذ، ضمان حجم زمني كاف لإرساء الموارد اللازمة لتنصيب الكفاءات المستهدفة في مناهج كل مستوى تعليمي، بحيث يمكن استغلال 6 أيام من الأسبوع في الدراسة من السبت إلى الخميس مثلا بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي. اعتماد نماذج متعددة للسير بنظام التفويج، تقليص الحجم الساعي للمواد والتركيز على المواد الأساسية من بين أهم الاقتراحات التي طرحت على طاولة النقاش. قد نقترح ذهاب إلى فصلين بدل الثلاث فصول، قد نقترح الذهاب إلى عملية تفويج أبنائنا لا سيما في المدارس والمؤسسات التربوية التي يعني بها هياكل يعني متوفرة بشكل تضمن هذه العملية، عملية التفويج. ولابد نجندوا يعني المواد البشرية اللي تقدر تساعد وتعاون، لأن التلاميذ لما يدخلوا يزم يدخلوا بالأفواج، إلا خرجوا للساحة يخرجوا بالأفواج، إلا كان داخل القسم رح يكون تباعد، يعني القسم يقرأ صباح القسم يقرأ العشية، يزم نقلصوا من المواد نقلصوا من الوقت نقلصوا باش نخلوا المدرسة يعني تستمر، ومن بعد تدريجيا نضروا نوليوا للدراسة لما نكونوا كل يعني الوباء هذا راح ربي يرفعوا لنا ونتعناوا منه. بعد انقطاع عن الدراسة دام لأكثر من 7 أشهر بعد تفشي كوفيد-19، يتباحث الفاعلون في قطاع التربية لاقتراح الحلول المناسبة لتنظيم الدخول المدرسي الذي لم يحدد تاريخه بعد.